الحقيقة يا فندم احنا اتفاجئنا بإصرارك على الاستقالة. اتفاجئتوا؟ يعني قدرناها على انها رد فعل طبيعي للي حصل للإفراج عن البرادة، وقلنا لما حضرتك هتهدى هتسحب الاستقالة. انت اللي بتقول الكلام ده يا مدحت؟ انت؟ الكلام ده يمكن لو قاله حسن جايز كنت قبلته، لكن انت، انت بالذات بعد ما اشتغلت معايا المدة الطويلة دي ولسه برضو مش فاهمني، انا يا مدحت بتخذ قرارات عشوائية كده؟ لا يا فندم ما اقصدش، انا قصدي ان حضرتك كفاية. انا سمعت رأيك. وانت رأيك ايه يا حسن؟ انا بعتقد يا فندم ان قرار سيادة الوزير انه اصدر قرار بعلاج المدام على حساب الدولة، فانا بعتبر ده تأكيد من سيادة الوزير على اعتزازه بيك. وبناء عليه يبقى لازم اسحب استقالتي، مش كده؟ انا رأيي كده يا فندم. على كل حال يا اولاد، انا مش زعلان من ارائكم دي، لاني بعتبرها نبع من رغبتكم في اني استمر معاكم. واكتر من كده يا فندم، دي نبع من حبنا ليك. شكرا، شكرا يا حسن، ده شعور نبيل فعلا. بس لازم تفهم يا حسن ان الحياه دي مبادئ، وان الانسان لازم يتمسك بمبادئه مهما كانت الاغراءات. وبعدين يا اولاد، انا مش قايم سايبكم دلوقتي، لا ده انا فاضل معاكم لحد ما يجي الزميل اللي هيستلم منه. اي استفسارات تانية؟ لا يا فندم. هو الحقيقه يا فندم هو سؤال شخصي، هي ناهد خطيبتي مسافره مع حضرتك لندن؟ الكلام في المسائل الشخصيه دي ما يبقاش في الشغل يا فندم. وبعدين انت سؤالك غير مهذب، لان ناهد مسافره مع مراتي مش معايا انا. وكمان لما تحب تستفسر عن مسائل زي دي ما يبقاش كلامك مع الشغاله. فندم انا ما اقصدش، واسف، انا رحت البيت ما لقيتش اللي هي. ده مش عذر ده. وعلى العموم انا برضو بالرغم من كده هرد على سؤالك. ناهد فعلا مسافرة معانا، وسفر ناهد ده شغل. فاهم شغل يعني ايه يا حضرة الضابط؟ شغلي انا. تفضلوا. سؤال عادي جدا، بسأل عن سفر الأستاذة اللي المفروض إنها هتبقى خطيبتي وهتبقى مراتي في يوم من الأيام، أظن ده من حقي. أيوه من حقك، إنما ما كانش ده وقت ولا مكان. بعدين فعلا الطريقة اللي أنت سألته بيها فيها إحراج ليه؟ ناهد مسافرة معاك. أنا سؤالي عادي جدا، بس أنت عشان عارف الحكاية فهيألك إنه جارح. أهو كمان رد عليك رد يخرسك، قال لك شغل، هتقدر تناقشه في شغله كمان؟ شغل؟ شغل إيه؟ ده راجل مستقيل جاي الشغل اللي بعد الاستقاله. زي ايه يعني؟ هشتغل ايه؟ تصدير استيراد؟ هشغلها مديره اعمال؟ سكرتيرته الخاصه؟ الحكايه دي مش هتعدى على خير يا حسن. سياده اللواء، صباح الخير يا فندم. أنا عايز أجي لسيادتك ومعايا الرائد مدحت. شكرا يا فندم.
حسن، من فضلك ابعت لي الرائد مدحت. رائد مدحت؟ خير يا فندم، في حاجة؟ حاضر حاضر يا فندم. في ايه؟ في ايه؟ ما تقطع. عايزك تروح له فورا. عايزني ليه؟ جايز هيكلمك في موضوع مهم. ما انا لسه كنت عنده. ما هي دي غلطتك يا مدحت، غلطتك انك تفتح موضوع وانا موجود. الحاجات العائليه دي مفروض تبقى بينك وبينه وبس. يا سلام، وانت غريب يا حسن. لا انا ظابط، انما مانيش واحد من عيلتك ولا من عيلته ولا من عيلتها. اتفضل يا استاذ اتفضل. تعالى معايا مكتب سيادة اللواء. ايه يا فندم؟ حصل حاجة؟ هناك هتعرف. اتفضل. بقى دخلك لسيادة اللواء علشان يطلب نقلك. هو بالظبط كده. اسمع مدحت يا اخويا، انت لازم تشيل ناهد دي من دماغك خالص. البنت دي هتضيعك، ثم ده رئيسك واستاذك. اوعى يا مدحت، اوعى جنون الحب يدفعك لحاجه غلط تندم عليها طول حياتك، ولو ان بعديها مش هيكون لك حياه. عموما انا لسه ما اتاكدتش، بس لو اتاكدت يبقى اللي في دماغي هنفذه. مدحت تلميذي، انا عارفه كويس قوي ومتاكد انه هينفذ. لعبة كبيرة قوي يا ريت. الحقيقة أنا ما أقدرش أوافق على كل اللي أنت عايزه. لازم أعرض الأمر على السيد الوزير، ولازم تصديقه هو شخصيا. أرجو إنه يوافق بسرعة، عايز ألحق أنفذ قبل ما يجي ميعاد سفري مع مراتي. أنا هحاول، هروح أقابله دلوقتي حالا وأعرض عليه الأمر. أرجوك يا فندم تقول له على لساني إن دي آخر ورقة بلعبها. إني مش معقول، مش معقول أبدا أعرف مين هو البرادع وأسيبه. وبعدين في حاجة مهمة جدا قبل مقابلة سيادتك للوزير. إيه هي؟ موافقة حضرتك الشخصية ورأيك في الخطة. هي خطة جريئة حواليها شوية محاذير، إنما لو اتنفذت زي ما أنت متخيل هتوصلك للهدف. إن شاء الله هتتنفذ زي ما أنا متخيل تمام يا فندم، لأن أنا واثق من كل اللي هيشتركوا في تنفيذها، خصوصا مدحت. يبقى على خيرة الله، هجيب لك موافقة الوزير والباقي عليك أنت. خبتني يا سحان. حبيت اطمن قبل ما ينزل جوزك. اطمن يا سحان. يعني هيحصل؟ هيحصل. داني خاطر، انت مش عارفني ولا ايه؟
لا لا ده انا عارفك كويس، بس انا حبيت اتاكد. هتقدري؟ هقدر. ان انت عايزه هيحصل. تاني خضرة لما احط مخي في حاجه لازم تحصل. طب بس افهم، هتعمل ايه بالظبط؟ انت مش اللي عايزه ان نهد ترجع لك. واللي عايزه اكتر ان الراجل ده يبعد عن سكتي. هيبعد عن سكتك وهتتجوز نهد. بس هاي خدي اسمعي، مش عايز جوزك يعرف اي حاجة. ده قابل جوزي مش قابل، ولو قلت عليه كده تاني مرة أنا مش هعمل حاجة. خلص. طيب طيب خد صوتك، خد صوتك. خلاص خلاص مش هقول الكلمة تاني. ألاه بلقاه ده انتوا اللي هبت. ليه كده يا رشدي؟ ليه؟ انت مش استقلت خلاص؟ انت مالك يا حبيبي بالبردع؟ يعني ايه مالي ومالي؟ هو العداء اللي بيني وبينه عداء وظيفي؟ بمجرد ما اسيب الوظيفه او ما اسيب الكلام اللي انت بتقوله ده خطر. لو نفذته هيبقى خطر على حياتك. انت عارف انه راجل شراني. ايوه انا عارف انه شران، ولازم اخلص المجتمع من شره. رشدي بلاش التحدي ده، سيبه بقى للظابط اللي هيجي مطرحك، ونعيش حياتنا بقى. دي كلها شهرين محاولة. البنت اللي هتيجي دي هتعيش ازاي من غير اب؟ لو عمل فيك حاجه الراجل ده مش جايز يقتلك؟ وخصوصا انت دلوقتي ما بقتش ظابط، يعني ما بقتش في مركزك، جايز يعملها قوي. لما انت تروح وانا روح، بنتنا دي هتعيش بمين؟ يا سوريا يا سوريا، انت ليه اليومين دول افكارك كلها تشاؤميه كده؟ يا حبيب قلبي ده مش تشاؤم، انت لازم تعمل حسابك. ده انا ما صدقت انك استقلت وبعدت عن طريق المجرمين دولت. عايز تروح لهم برجليك؟ طب خلاص خلاص كده خلاص، ما انتش طايقني. خلاص يا رفضي ما انتش طايقني خالص. انا عارفة لاني بسبب لك اشكالات كتيرة قوي. ما انتش بتحبني يا رفضي. يا سوريا حبيبتي أرجوكي بلاش الكلام ده. حتى مش طايق كلمة مني؟ كل ده علشان ناهد. ايه ده؟ تاني؟ معلش ما تستعجلش، هي قدامك على طول. أنا اللي رايح مش قادر تستنى شهرين كمان. يا سوريا يا حبيبتي، يا سوريا انا هستناك العمر كله، لانك هتعيشي معايا العمر كله. لا انا هسيبك ولا انت هتسيبيني، ولا هيخش بينا تالت ابدا. صحيح يا رشدي؟ طبعا صحيح يا سوريا. أمال مصر إن ناهد تسافر معانا ليه؟ تصبحي على خير يا سوريا.
اهلا يا ناهد. وردتنا الموعودة. ايه؟ طب مش نقول صباح الخير الاول؟ طب ما هي الوردة دي هي اللي بتقول لك صباح الخير. لا، الوردة دي مكانها معاكي احسن، مش معايا انا. لا لا لا، الوردة دي مقطوفة عشانك انت، لازم تاخدها. انت عاطفية قوي يا ناهد، مش لازم تندفع ورا عاطفك بالشكل ده عشان ما تنجرحيش في الاخر. الواحد يعيش الاول والاخر ده بتاع ربنا. طيب شيليها لي معاك لحد ما ارجع. هي طنط سرية ازايها؟ والله مش كويسة، انا تعبانة وزهقانة ويأسة. ربنا يفوت الحكاية دي على خير عشان هي تستريح وانا كمان استريح. وانا استريح انا هطلع لها. لا 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 لا، ملوش لزوم، هي اصلها لسه نايمة لانها كانت تعبانة جدا طول الليل. ليه يوم كرشي قلت كده؟ تعبانة يبقى اطلع لها، مش احنا متعودين على كده؟ ليه التغيير ده؟ انا بقول لك انها لسه نايمه يا ناهد. طنط سرايا مش نايمه، يا انت اللي مش عايزني اطلع لها يا هي اللي مش عايزاني. لا لا، ايه ده يا ناهد؟ انت مش عارفه احنا بنحبك قد ايه؟ انت مش عارف انا بحبك قد ايه؟ طنط هي اللي ما عادتش بتحبني. ليه بتقولي كده يا ناهد؟ انا حاسه بكده، مقابلتها ليا اتغيرت. دي مره كانت تقريبا هتطردني من اوضتها، قالت لي انا عاوزه استريح، زي ما اكون انا اللي تعباها يا انكل. يا ناهد انت مخك كبير وعارفه ظروفها كويس. ما انا اللي جنبها في ظروفها من ساعه ما كانت عند الدكتور، يبقى ايه اللي حصل؟ بس هي اصلا كل ما عاد الولادة ما بيقرب كل ما اعصابها بتتعب اكتر، وده شيء طبيعي، انسانة الموت بيطاردها. بعد الشر عليها يا انكل، ان شاء الله ان شاء الله هتقوم بالسلامة، وانا مش مهم. ايه يعني؟ ايه انت مش مهم يا ناه؟ يعني مش مهم اني اسافر يا انكل. لا ابدا، بالعكس، ده سفرك معانا ده مهم جدا. هي زعلانة ولا مبسوطة؟ هي لا هي زعلانة ولا هي مبسوطة، هي تعبانة. تعبانة؟ طب خدي دول دخلين جوه، مش هتطلعيهم للست سرية ولا الورد في سروش دي؟ بس انتي بتقولي ايه؟ انا بس بقول. هاتي الوقت. طب استني يا ست ناهد، ما تدقيش الجرس الا ست سرية راقدة في السرير، انا هفتحلك. صباح الخير يا طنط. صباح الخير، صباح النور يا حبيبتي. اتفضلي يا طنط، دول علشانك. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، كتر خيرك. اصل شفتها وهي بتدي البهرش دي وردة، قمت قلت لها تبقي تدي بقية الورد للست سرية.
اصل انا قابلت انكل رشدي وهو نازل وكنت بقطف في الورده، فطبعا كالعاده يعني قلت لازم اديله ورده. خضره. نعم يا زين. لو سمحتي حطي دولت في الزهريه. حاضر. انزلي انت. ليه يا ست؟ لا انا لازم افضل جنبك هنا، مش يمكن تعوزي حاجه؟ لما تعوز حاجه انا موجوده. معلش يا خضر، انزلي استني البيت تحت، ولما تشوفيه طالع اطلعي انت كمان عشان توضبي السفره. حاضر. مالك يا طنط؟ الحمل تعبني قوي يا نهاد، بتجيلي ألم ألم ما بتخلينيش أعرف أنام أبدا بالليل. ده أكيد بقى هيطلع ولد شقي. يوه بنت بنت. خلاص يا طنط ما تزعليش، بنت شقي. على فكرة يا طنط أنا بقول مفيش داعي ترقزي في السرير كتير. أنا بسمع إن الحركة كويسة للحوامل. ايوه عندك حق، لازم اتحرك. قوميني لو سمحتي. يلا تعالي. على مهلك. على مهلك. بس ده ايه ده؟ ده انا عمري ما حسيت بالتعب ده قبل. يا رب. اقعدي يا نهاد. اتفضلي انتي يا طنط. معلش هتمشى شوية. بخير يا طنط. حضرتك كنت عايزين. انتي عارفة انا بحبك قد ايه يا ناهد. وانا والله يا طنط وانا عارفه ومتاكده ان انت عارفه قد ايه انا بحبك، مع ان اليومين دول انت بتعامليني. انا بعاملك وحش يا ناهد؟ لا 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 مش بتعامليني وحش. بس مش زي الاول، حاسه ان جواكي في حاجه مزعلاكي مني. علشان كده انا بعتلك، علشان الزعل ده هوت يروح لحاله ما يبقاش فيه زعل بينا أبدا. ناهد أنا هفتح لك قلبي وأقول لك كل اللي فيه، بس علشان خاطري يا ناهد، علشان خاطري تنفذي كل كلمة أنا هقولك عليها. يا خبر يا طنط، عشان خاطرك ده من غير ما تقوليلي ومن غير ما أعرف أنا مستعدة أعمل أي حاجة ترضيكي. كويس. أنت بتحبي رشدي صح يا نهد؟ أنا طبعا بحبكم أنتوا الاتنين. احنا لازم نكون صرح مع بعض يا ناهد. أنا قلت لك هفتح لك قلبي وهخليني صريحة معاكي، أنت كمان لازم تجاوبيني بصراحة. وصحيح موضوع حساس جدا وكان قلقني قوي اليومين اللي فاتوا، وإمتى حسيتي بكده؟ مظبوط يا طنط. ناهد أنا قبل ما فتحك في الموضوع ده فكرت كتير قوي، ولقيت إن أحسن طريقة إني أواجهك وتواجهيني. أنا تحت أمرك. من يوم ما جينا البيت دهوت وانتي معجبه برشدي،
مش انا وبس، ده انا وبابا حتى بيومي العبيط كلنا معجبين قوي بانكل رشدي. ولما عرفتي ان انا حموت في الولاده الاعجاب انقلب لحب. ارجوك يا طنط ما تقوليش كده. ناهد ناهد ارجوكي، احنا لازم نكلم بعض بصراحه، مفيش وقت دلوقتي، ما فاضلش غير شهرين واولد وحموت. لا ارجوك يا طنط، ارجوكي انتي بلاش عياط، عندناش وقت حتى للدموع. انا بكلمك دلوقتي وانا متمالكه نفسي تماما زي ما انت شايفه، مع اني انا اللي حموت، لكن مش بايدنا حاجه. هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا كتبه علي. ارجوكي تهدي يا ناهد، اهدي اهدي واسمعيني. اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني، لاني هقول كلام مهم جدا ولازم تسمعيه بقلبك وعقلك. انا لما قلتلك انك بتحب رشدي انزعجتي، انت انزعجتي عارفه ليه؟ علشان مراته هي اللي بتواجهك. وانت عارفه كويس ان الزوجه لازم تغير على جوزها، انت عارفه ده كويس قوي. علشان كده كنت دايما بتخبي وبتداري، لكن دلوقتي خلاص انا هغير ليه وانت هتخبي ليه؟ انت ارجوكي انت فاتحه لي بيتك وبتعامليني زي اختك بالظبط، مفيش داعي تبصي لي كده، مفيش داعي تبصي لي كاني خاينه. ابدا يا نادي اوعي تقولي الكلمه دي، ابدا عمري ما فكرت في كده ابدا. بالعكس انا بكلمك اهو، هل انا بكلمك وانا زعلانه او انا غضبانه؟ بالعكس، بعدين انا فاهمه كويس قوي ايه اللي جواكي. انتي ما حسيتيش بالاحساس ده هوت وشجعتيه الا لما عرفتي مصيري. انا مش عارفه اقولك ايه، ما تقوليش حاجه، اوعي تقولي حاجة. أنا ما يهمنيش في الموضوع ده كله غير بنتي اللي هتتولد يتيمة الأم. هتعيش يا طنط صدقيني، أرجوكي ما تقوليش كده يا طنط أرجوكي. اسمعيني أرجوكي، أنتي اسمعيني وبس علشان خاطري. البنت اللي جاية دي ذنبها ايه انها تتولد في الدنيا من غير ام؟ ذنبها ايه؟ انتي بتحبيني يا حبيبتي مش كده؟ قوي قوي يا طنط، بحبك جدا والله. انا متاكده وبتحب رشدي كمان، وعلشان كده انا واثقه ان بنتي هتكون في ايدين دين إنسانة بتحبني بتحب رشدي. يبقى مين حيكون أحن عليها في الدنيا غيرك؟ علشان كده بطلب منك إنك تتجوزي جوزي. ليه طلب؟ أرجوك توعديني إنك تنفذيه، لو
لو ربنا كتب دلوقتي ورجعت بجوزي وبنتي تنسي رشدي خالص. أرجوكي ما تشوفهوش بعد كده. هو ده الطلب اللي بطلبه منك. طبعا يا طنط، طبعا، من غير ما تقولي. يا طنط أنا فرحتي بإنك ترجعي بالسلامة إن شاء الله، تغطي على أي حاجة في الدنيا. وأنا هساعدك إن لو ربنا اداني العمر ورجعت تاني أنا مش هرجع على هنا أبدا. ليه طنط؟ أمال هتروحي فين؟ هروح بلد، بلدنا، بيتنا، شقتنا. الحمد لله انها ما اتبهتش لسه. بشوفكم يا طنط، اشوفك انت بس، انت والبيبي. صدقيني انا بحبكم قوي، وربنا عالم، ربنا عالم ان انا بدعيلك من قلبي. يا رب يا رب يا رب ترجعي بالسلام. ضربتني عشان ما اسمعش كلامه، لكن انا بقى قبل ما انزل ضربت على تقاسفين، قلت للست سرية ان ست ناهد ادت لسيد البهرش دي وردة. ده انا هتجنن. طبعا الكلمة دي تجنن دي وتجنن دي. ما انا عارف زمان ست سرية دلوقتي بتتهدلة، بس انا وراها لحد ما خليها تطردها من بيتها، وتبقى لا هي مسافرة معاهم ولا هي رايحة ولا هي جاية، وتبقى خلصت من سروش دي يا سحامل. ما فاضلش قدامي غير مدحت، وده الاخطر لانه ما عندوش زوجة غير عليه، ولا عنده سفر هيشغله، وجاي خطيبها رسم. بس انا بقى مانيش خايفة من سي مدحت ده، اصل ست ناهد ما بتحبوش. الو، اهلا وسهلا. بس مين اللي عايزها؟ طب لحظة من فضلك. جبنا سيرة القط، جاي نط متحطري بناهد، هقول له فوق. هات اكلمه انا. الو، ايوه يا سمات، ست ناهد فوق عند الست سرية. انا خضرة، انا كنت فوق بس ست سرية نزلتني عشان ما اسمعش اللي هيحصل. يا خرابي على اللي هيحصل يا سمتها، دي ست سرية دلوقتي زمانها بتتخانق مع الست ناه، دي مش بحته تطردها من بيتها. ليه؟ عشان موضوع سلب رشدي. السبطها بتدي للبه رشدي ورد على السلم. حب بقى يا سمتها، والله انت خسارة في البت دي يا سمات. معقول معقول تتجوز واحدة ما تردها من بيوت الناس؟ ابعد عنها يا سمات، انفت بجلدك. الو الو. ايه اللي حصل؟ قفل السكة. كويس كويس قوي يا خضرة، ده زمان وهيتجنن. برافو برافو عليكي. لا ولسه، مش هي دي اللي رفضتك؟ أنا وراها لحد ما تيجي تبوس إيدك عشان تتجوزها. يا ريت يا خضرة، يا ريت. إيه؟ هات. أيوه
أهلا يا مدحت. الحمد لله. أيوة ناهد موجودة. حاضر هكلمك لحظة واحدة. لازم تكلمي. ألو. أيوة يا مدحت. لا أبدا أبدا ما فيش حاجة. صوتي كويس؟ نعم مدحت، أنا قلت لك قبل كده أني مش هقدر أشوفك اليومين دول، يعني يومين شهرين زي ما يجوا. أرجوك يا مدحت وافقني على اللي بقوله لك. صدقني يا مدحت، أول ما مدام سوريا ترجع من السفر هشوفك على طول. أنت عارف يمكن كمان نتجوز تاني يوم. حاضر حاضر يا مدحت. يعني ايه لسه هسافر معاهم؟ طبعا انا مسافر معاهم. طب وحصل ايه عشان مسافرش؟ تاني يا مدحت، انا مش فاهم انت عاوز تقابلني ليه. احنا كل الكلام اللي انت عاوز تسمعه انا قلته لك. ازاي بس يا مدحت؟ طيب يا مدحت حاضر نتقابل. انا مش عارف ليه اصرارك انك تسافري معاهم. وانا كمان مش عارفة ليه اصرارك انك مش عاوزني اسافر معاهم. ايوة، لان انا شايف ان سفرك ده ملوش اي لازمة، ثم ده هيأثر علينا. وبعدين انا بصفة خطيبك ارجوك يا مدحت لو سمحت، انا مش عاوز اقول لك كلام ممكن يجرحك. يجرحني؟ انا مش عاوز وما بحبش اجرح حد، بس يا مدحت انت مش عاوز تفهم ابدا ان احنا لسه ما اتخطبناش، وان انا حتى لسه ما قلتش ايوه. مدحت انت انسان كويس حقيقي، كويس جدا، بس ارجوك خليني على راحتي. أيوة، بس يعني لحد إمتى؟ لحد ما أرجع من السفر. طب يعني إيه علاقة خطوبتنا بسفرك اللي ملوش معنى؟ إزاي ملوش معنى؟ طبعاً له معنى. طب أفهم. واحد مسافر مع مراته عشان تولد، ألف ألف بعد الشر ممكن يجرى لها أي حاجة. تفتكر إيه ممكن يكون شعورها في الظروف دي؟ أيوه، هو إشمعنى أنت وهو ملوش أهل؟ ما هي ملهاش قرايب. أنا أكتر ليهم من أهلهم وقرايبهم. بصفتك إيه؟ بصفتي جارتهم صديقتهم. والورد؟ ورد ايه؟ الورد اللي بتديه لرشدي كل يوم الصبح. طب تتجسس عليا؟ ارجوك يا عادي وبلاش عصبيه عشان نقدر نتفاهم. انا طبعا مش هسالك انت جبت الكلام ده منين، لان انا ما يهمنيش انت جبته منين. انا حره في تصرفاتي وانت مالكش اي الحق انك تتدخل في اي حاجه. طيب لو سمحتي اهدي وانا هسألك سؤال واحد. أرجوك يا مدحت تقفل على الموضوع ده خالص وتقوم تروح. معقول احنا لسه يعني ما قعدناش مع بعض ولا اتكلمنا؟ انا عشان كده ما كنتش عاوزة نتقابل، لانك عمرك ما هتفهمني. طيب لو سمحتي ممكن تقعدي؟
أرجوكي. هو رشدي بيه كلمك على شغل معاه؟ شغل ايه؟ يعني في شغل بينك وبين رشدي بيه؟ مدحت انت هتستعمل معايا طريقة المباحث بتاعتك؟ شغل ايه بقى اللي بتقول عليه ده؟ وايه الشغل اللي ممكن يكون بيني وبين انكل رشدي؟ اصل انا عملت حاجة ما كانش لازم اني اعملها، بس ما كنتش قادر، كنت عايز امنع سفرك باي شكل. واجهت رشدي بيه وطلبت منه انه ما ياخدكيش معاه. طب وهو قالك ايه؟ تعصب عليا وقال لي انك مسافرة معاه شغل، والاكتر من كده انه دخلني للمدير وطلب نقلي من الادارة. احتمال، مش احتمال يعني، ده اكيد هينقلوني بلد تانية. انا حسيت انه بيعمل كل ده عشان ابعد عنه، او بمعنى اصح عشان ابعد عنك. وبعدين انت تقولي لي مش عايزه اشوفك الا لما ارجع من السفر، وانت متاكده انك هترجع مش هتلاقيني، لاني هكون ساعتها اتنقلت بلد تاني. كل ده معناه ايه؟ اهلا اهلا يا شبان، الحمد لله بالسلام. الله يسلمك يا زعيم. معلش كان لازم ابعد عنك اليومين دول. مفهوم يا زعيم، انا نفسي بقيت اخرج خروجات تمويليه عشان ادوخهم ورايا، لان كنت عارف انهم مراقبيني ليل ونهار. اوعى يكون حد قطرك وانت جاي على هنا. مش ممكن، انا جيت على الجمل اللي انت بعتهولي. ايه الاخبار يا زعيم؟ رشدي استقال. الخبر ده صحيح؟ ايوه، انا اتاكدت بنفسي. هو هيفضل كده في الشغل يومين ثلاثه لحد ما يجي الضابط الجديد يستلم منه. ده خبر عظيم. والخطه الجديده ايه يا زعيم؟ في بضاعه جايه من البحر، عشان كده بعت لك. انت طبعا مش هتروح، هتبات هنا. تحت امرك يا زعيم. والجمل اللي انا سايبه بره على الباب؟ في واحد واقف بره هيركبه ويمشي. ده انا اختفائي ده هيجننهم. خليهم يتجننوا. دلوقتي في فتره الانتقال دي بين رشدي والضابط الجديد هيبقى الوضع في الاداره مش مستقر. هننتهز احنا الفرصه ونقوم بعمليتين ثلاثه. مش بتقول رشدي لسه في مكانه؟ رشدي خلاص نفسه تسدت عن التهريب والمهربين، ما بيفكرش دلوقتي غير في انقاذ مراته من الموت او جوازه من ناهد. الكلام ده اكيد هيبقى اكيد لما يرجعوا من لندن. يا يرجعوا ثلاثة يا يرجعوا اثنين، ده غير المولود طبعا. ولو رجعوا اثنين هنفذ انا بقى خطتي. هعرف ازاي حطان. هوهمه ان هو اللي قتل مراته عشان يتجوز البنت الصغيره دي. الحكايه دي هتعمل له فضيحه كبيره قوي، هتقضي عليه. وانت يهمك منه ايه يا زعيم بعد ما اترافق من البوليس؟ لازم اجيبه يشتغل معايا. حلوه قوي الحكايه دي. سياده العميد بيشتغل عند المرشد بتاعه.
يا سلام، فعلا الكبير كبير، هعمل بيه حاجات كتير قوي رغم استقالته. اي اي كويس، عظيم جدا، خليهم يشعللوا الجو. ايه في بضاعة جاية دلوقتي يا زعيم؟ لا ده مدحت لما عرف بحب ناهد لرشدي عقله طار. اما لما رشدي عرف ان مدحت كشف الحكاية طياره من الادارة. الله، رفضوا يعني؟ لا، نقلوا البلد بعيدة عشان يخلالوا الجو. ده الظاهر بقى إدارة مكافحة التهريب هتبقى مكافحة الحب والغرام. كله مصلحة، هم يقعوا في بعض وإحنا نشتغل على خيرة الله يا زعيم. شو بقى شبانة، زي ما قلتلك البضاعة النبادي جاية من البحر وإنت اللي هتستلمها. وفي أنهي منطقة يا زعيم؟ ما أنا هقولك كل حاجة. صباح الخير. صباح النور. دايما تظبطي ميعاد قطف الورد على نزولي؟ اصلي مفيش احلى من الورد عشان تبتدي بيه يومك. والله من غير ورد صباحك احلى يا ماهي. ممكن تختاري الوردة اللي هتعجبك؟ عن إذنك أنا أفندم. يا سيادة اللواء صباح الخير يا رشدي. صباح النور يا فندم. فضل يا سيدي، جميع الأوراق الخاصة لعلاج المدام في لندن وفيها حجز الوقاندا، وأدي تذاكر السفر. المرحل العسكري هيكون في انتظاركم على الطيارة، وهيكون طول فترة العلاج تحت أمركم. تشكر، تشكر قوي يا سيادة اللواء. بتقرا ايه يا رشدي؟ مفيش وقت، اتفضل على البيت واستعد للسفر. والسفر هيكون امتى يا فندم؟ بكرة الساعة 12. بكرة الساعة 12؟ مش ممكن، مش ممكن يا فندم. طب والمهمة اللي قدامنا دي؟ مهمتنا احنا، المدام والبيبي، دي المهمة الوحيدة بتاعتك ابتداء من بكرة الساعة 12. مش معقول يا فندم، مش ممكن، مش ممكن أسافر واسيب البرادعي. اطمن، هترجع تلاقيه في السجن. يا فندم ده احنا خلاص وصلنا له. عشان كده بقول لك اطمن. الو؟ ايوه موجود. تليفون يا رشدي. الو؟ ايوه. ايه؟ اسمعي.